الكل بيقدر يحكي ويعبر عن رايه، اما نطلع خبر كاذب وخصوصا طبيب هاي جريمه قتل. لا تزال نظريات عديده حول جائحه كورونا واللقاحات المتوفره في البلاد مثار جدل، خاصه مع قرار منظمه الغذاء والدواء الامريكيه مؤخرا بعدم المصادقه على منح الجرعه الثالثه من لقاح فايزر لمن هم دون 65 عاما، وسط خشية المسؤولين من استمرار تراجع نسبة التطعيمات جراء ذلك. حل جذري أول شيء للكورونا فش ومش راح يكون. طبعا الكورونا راح ترافقنا كمان كتير وقت، وكيف توقعاتنا يكون في جولة خامسة وسادسة، وتوقعاتنا كمان انه حتى الجولة الخامسة راح تيجي علينا اللي هي معقول تكون مع الانفلونزا. هديك سنة ما كانش عندنا انفلونزا، لانه هديك سنة حافظنا على البعد والكمامة وكل التعليمات. السنة هاي مش انا حافظة التعليمات، وعم نروح على السهرات وعم نعمل كل اشي وفيش بعد وفيش كمامة، وعشان هيك السنة هاي بالجولة الخامسة توقعات يكون كتير قاسي. تحذيرات عديدة يطلقها مسؤولون في جهاز الصحة الإسرائيلي من الإشاعات المستمرة حول مدى نجاعة لقاح كورونا ومساهمته في كبح انتشار الجائحة في البلاد. أطباء اللي بيعملوا تصرف من هالنوع مأكد بدي رحين يستغنوا عن رخصتهم، إنه وزارة الصحة كمان وصناديق المرضى، كل طبيب من هالنوع اللي بيطلع خبر كاذب بشكل من هالنوع مصيره إنه ما يضلش يشتكي كطبيب بالمرة، لأنه هاي أنا قلت لك مثابة جريمة قتل. أما إذا عنده وجهة نظر تاني إنه أما مش إنه نطلع أخبار كاذبة، الأخبار الكاذبة ولا من طبيب ولا حدا هي تساوي جريمة قتل. المجتمع العربي بدوره يعيش حالة من التخبط في السيطرة على الجائحة، إن كان بسبب الإقبال الضعيف على التطعيم الثالث أو في الإقبال على إجراء الفحوصات، وصولا لدخول عدد كبير من القرى والمدن العربية لدائرة كورونا الحمراء أو البرتقالية. في المجمل عبء بتوزع على ثلاث أضلاع بالأساس، هي المنظمة أو المؤسسة الوزارات الحكومية عليها أن تأخذ كل التدابير من أجل حماية المواطن. ثانيا المجالس المحلية لا تقوم بالعمل الكافي من أجل الحد من انتشار الوباء في البلدات العربية، وإحنا عم نشوف إسا أرقام مخيفة بين الأطفال، أكثر من 60% من المرضى الجدد هن أطفال بين 0 ل 18 سنة. الجهة الثالثة إحنا المواطنين، علينا أكثر اتباع التعليمات الرسمية، الوقاية، الكمامة، المعقمات وإلى آخره.